كان البداية ديالو اللي كان مطلوب ديال الحركة الجمعوية، هذا الشيء اللي كيبدا حاليا، وهذا القانون اللي صدر لا على السيد رئيس الحكومة ولا الدورية ديال السيد وزير الداخلية، هذا كان مطلوب ديال الحركة الجمعوية اللي عبرت عليه من خلال ذاك الحوار ديال الحوار مع المجتمع المدني اللي كانت منظمته الوزارة ديال المجتمع المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان. هذا جانب. الجانب الثاني اللي كان فيه واحد اللقاء تواصل اللي كان دارو السيد العالي مع الفاعلين الجمعويين واللي توعد فيه تعهد فيه بان اللي خصنا نرفعوا من المستوى ديال الاداء ديال المجتمع المدني ونخلقوا واحد العلاقات ديال التواصل مع كل المهتمين بالشان ديال المجتمع المدني وخصوصا المجالس الجماعيه باعتبارها هي المحتضنه لهذا العمل. هذا كما نقولوا غير ارضيه. حنا عندنا امام جوج ديال المناشير ديال القانون، كاين المشروع ديال السيد رئيس الحكومه اللي تصدر شهر جوج اللي كتصدر على رئيس الحكومه هنا وتوصلوا به الجامعات المحليه، كيبقى مشكل ديال التفعيل ديالو. كاين بالاضافه كذلك الدوريه ديال السيد وزير الداخليه اللي هي صادره في 10 نوفمبر 10/11/2014، معناها على واحد المده على مسافه ديال تقريبا شهر و10 ايام. شهر و10 ايام على يبان لي كانت كافيه بالنسبه للمجلس باش انه يتواصل بشكل جدي مع الجمعيات ديال المجتمع المدني. حنا مع هذا القانون، حنا مع القانون ومع القرار ديال السيد العامي باش انه خصنا معايير ديال الاستفاده ديال الجمعيات، وهذا الشيء جاي كله في اطار واحد المبدا ديال الحكمه الجيده وواحد المبدا ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. حنا مستعدين كجمعيه ديال المجتمع المدني باش اننا نتحاسبوا على هذا المال العام اللي كتعطى لنا الجمعيات وفين كنصرفوا، معناها ان هذه المبررات ديال الوقت بالنسبه لنا غير مقنعه. باش نكون شويه واضح، السيد العامي طلب من المجلس باش انه دار لجنه مختلطه باش انها تحسب لينا، وهذه اللجنه المختلطه كان عندها دور استشاري، ماشي هي اللي تعطي المنحه للجمعيات، هي اللي تستشر مع المجلس كتشوف واش هذه الجمعيه ناشطه ولا ما ناشطاش، واش دايره معها شراكات ولا ما دايراش، معناها ان كل هذا الشيء هو في الصالح ديال اننا نمأسوا العمل الجمعوي ونأسوا لواحد العلاقه ديال الشفافيه وديال التواصل مع المجلس، ونعرفوا حتى حنا نعرفوا شكون هي الجمعيات اللي هي جاده وشكون هي الجمعيات اللي هي شبح، ونحاربوا كلنا هذا الريع الجمعوي. في المغرب كله كاين واحد المجموعه ديال الريع الجمعوي، وكاين جمعيات اللي كاينه في الوطن وكاين مشاريع وهميه والناس كتستافد من المال. هذا مطلوب ديالنا كجمعيات. حنا بالنسبه للوقت واش المجلس تواصل مع الجمعيات كيقول لهم كيقول لنا لا مثلا التقارير الماليه، حنا قدمنا التقارير الماليه في الاخر كاين يعني التبرير ديال المصاريف ديال السنتين اللي دازوا حنا قدمناهم للمجلس، معناها ما كاينش حاجه تقول لك لا وراه كيخصكم ديروا الاخر وديروا، كان هذه الجمعيات هي اللي فيها المشكل، ماشي هذا هو. واش اتصلوا بهذه الجمعيات قال لهم اجيو نديروا معكم اتفاقيات، لا يعنيكم واش كاين التواصل، راه ما كانش التواصل مع الجمعيات ديال المجتمع المدني باش انهم نضربوا الاتفاقيات. نكونوا شويه واضحين، نكونوا كما نقولوا نحسبوا الحوايج بالخشبات ونكونوا واضحين مع علاقتنا مع المجتمع المدني.